أبدأ فيها بدموع حسام غالي. دموع حسام غالي عند ذكر الكابتن مؤمن زكريا دموع غالية، دموع إحساس، دموع مشاعر، دموع تحول الإنسان من الصحة والعافية والنجومية إلى المرض والتعب والأزمة، دموع الرفق، دموع المشاعر الإنسانية الجميلة. عمر الدموع ما كان ولا البكاء عمره ما كان دليل ضعف، ده دليل قوة. ليه؟ لأن الإنسان اللي عنده إحساس ده بيبقى قوي في الحق، بيبقى قوي في حياته، بيبقى رحيم بالناس، بيبقى عنده تسامح مع الناس، بيبقى عنده شيء من العدل في تعاملاته وعلاقاته مع الناس. طبعا احنا ما احناش ملائكة، كلنا بشر وكلنا خطائين، لكن في كل الأحوال الدموع دي أنا عجبتني جدا لما جت للكابتن حسام غالي. هو طبعا عامل حلقة عالمية، ده حوار العام، يعني لو في جوائز بجد، لو في أمانة بجد، كابتن شوبير ياخد عن هذا الحوار حوار الموسم، حوار العام، أفضل حوار طول العام. أول حاجة فتش في جوانبه الشخصية، جاب له أصدقائه اللي بيحبوه كلهم، حاجة جميلة جدا. عرفنا بمسيرة نجم عظيم ساهم في انتصارات النادي الأهلي وبطولاته ومنتخب مصر، في عرفنا بمواقفه الجميلة. حسام كمان كان بيتكلم من القلب، هذا الحوار أعطى دروسا للشباب وللأطفال وللناس في حاجة، لما يبقى عندك هدف اشتغل عليه، ذاكر، اتمرن، اجتهد، خد كورسات، اعمل كده. هو اللي عمله حسام، لازم بتدفع فاتورة انك انت طفل يجي من بيلة كفر الشيخ للنادي الاهلي يقعد في الاستراحات او يقعد في شقق مفروشة او كلام بالشكل ده، بعيدا عن اهله وهو ما زال في مرحلة الطفولة، وهذه المعاناة اللي بتخلق جوه الواحد حالة من الاصرار، زيه زي محمد صلاح، زي تريزيجيه، زي متعب، زي كل الناس اللي هم جم من الاقاليم زي حالتنا كده واجتهدوا واشتغلوا على انفسهم وربنا كرمهم. لم يكن يملك الا الموهبة والإصرار والروح القتالية، وإن هو نفسه يبقى حاجة، فربنا أكرمه وأصبح نجم كبير جدا جدا جدا. فالحوار كله دروس الصراحة، وأنا بحيي كابتن أحمد شوبير، ده حوار العام، أقسم بالله حوار العام، وحوار ممتع جدا جدا جدا، وجاب كل حاجة عن الشخصية. وكان الكابتن شوبير في جانب واحد ما سألوش فيه مش مهم، يعني بالنسبة لي أنا مش مهم ما سألوش فيه لأنه ممكن يزعل، لكن في الغالب حوار 95% في قمة الروعة، في قمة الروعة، في قمة، كله إرساء قيم. واحد، الإصرار على هدفك. اتنين، إنك تشتغل على هدفك. تلاتة، إنك تذاكر كويس. أربعة، إنك تاخد بالأسباب زي ما هو راح قال لك إن أنا بتمرن بدني. خمسة، لو تعرضت للظلم أو القهر من مدرب أو من رئيسك في العمل أو كده، ما تسيبلوش الدنيا وتمشي، لا تشتغل. قال جملة جميلة جدا، قال لك كنت بقعد الف التراك وكده وبتاع، والكابتن كمال عبد الواحد شاهد على ذلك وانا بعيط، لكنه اشتغل على نفسه، لم ييأس، لم يخضع ان واحد رايه فيه سلبي او مش عارف ايه او كلام بالشكل ده، لا، تنه شغال. فبالتالي حوار عاجبني في القيم اللي بسها للشباب وللاطفال وللناس وللحياه، ان كل مش في ان هو للكابتن حسام في حد ذاته، لا، ان هو بس قيم جميله في نفوس الناس، بس قيم الرحمة، المواساة، المؤازرة، انك انت تبقى جنب صاحبك، انك انت تخفف ألامه وتخفف أحزانه. شوف بقى حالة الحب لما يبقى مؤمن زكريا لما يترشح يقول انا اول واحد اجي اقف معاه، وشوف لما هو يبعت له رسالة على الهواء، وشوف لما هو حسام ما قدرش يمسك دموعه على حالة مؤمن زكريا. حالة مؤمن زكريا هي حالة التحول من الصحة والعافية والنجومية الشديدة وكل حاجة حلوة إلى حالة المرض، والمرض جند من جنود الله وابتلاء، وقد تكون الصحة في المرض وقد يكون المرض في الصحة، وده موضوع أنت محتاج تفكر في الجملة دي من اختراع أنكل، قد يكون الصحة في المرض وقد يكون المرض في الصحة. يعني إيه؟ قد يكون الصحة في المرض، ده يوم جمعة كده فإحنا بندردش، يعني قد يكون الصحة في المرض لما أنت تمرض جايز تخليك الصحة بتاعتك إيه؟ أمن يجيب المضطر، تلجأ لربنا تقول يا رب. هي كلها دنيا. أحد الصالحين قال لك يعني هيجي أمم عليهم أعمارهم ما بين الخمسون والستون، قال لك لو أنا منهم هبني بيتي على باب القبر، أنصب خيمة كده وعلى باب القبر. فالفكرة كله رايح، لكنك أنت تتعامل مع الموضوع إزاي. فأنت لو عندك صحة ممكن تفتري، لكن لو عندك مرض ممكن تقول يا رب. لو عندك مال كتير، منكم من إذا أغنيته فسد حاله، تسيء استخدامه،
لكن لو ما عندكش مال هتصلي وتسجد وتقول يا رب ارزق وكذا، تبقى ماشي على القد، لكن ربنا يبارك لك في اولاد، يرزقك صحه وعافيه، ربنا يبارك لك، يبارك لك في زوجه صالحه. فالحوار بتاع كابتن حسام غالي عجبني للغايه للغايه للغايه. عجبني كمان التاكيد على اواصر الصداقه والاخوه والمحبه. شوف هو وهو بيتكلم على متعب، ومتعب بيتكلم عنه وهم طالعين من الناشئين مع بعض من 14 15 سنه لحد دلوقتي، في علاقه صداقه قويه، في رباط قوي من الاخوه والمحبه. في انا اقول لك على تجربه انا مع حسام غالي، كنا راكبين مره الطياره مع بعض، كنا في اظن في ماتش مصر والبرتغال، مش فاكر في ماتش ايه، ايام كابتن حسن شحات. وبعدين كان عندي وقتها خلاف مع متعب وقضايا وحكايات وروايات وكلام من ده، فهو وقعد جنبي وقعد على الكرسي اللي قبالي، قال لي على فكره، قلت له نعم، قال لي انا بدعم متعب، قلت له طبيعي انك تدعم متعب، ولو دعمتنا تبقى انت غلطان، لازم تدعم صاحبك وكذا وكذا. فكان عنده بقى ميزه، وانا في الوقت ده بتكلم على حسام غالي زي الفل، فقال لي بس انت يعني ايه؟ قلت له يا حسام انت نموذج مشرف لمصر، نموذج مشرف لمصر في حياتك الاحترافيه، ولاعب محترم ولاعب مكافح زي حالتنا وفلاح زي حالتنا، بيجتهد وبيشتغل على نفسه. انك تدعم متعب، انا ما عنديش مشكله مع متعب اصلا، يعني شوف هو صريح ازاي انه بيقول لك انا كذا، يعني صريح في اعلان رايه، وفي نفس الوقت في علاقه احترام وبيننا وبين بعض. فالفكره انك انت لما تدعم اواصر الصداقه والمحبه والاخوه، ده درس للشباب وللناس، انك انت ما تبيعش صاحبك، ما تخونش صاحبك، خليك دايما في ظهر صاحبك. وكان اكبر موقف، اكبر موقف في مثل هذا الامر هو الموقف بتاع سحب الشار من كابتن حسام غالي، لما متعب جمع الفرقه وقال لهم حسام غالي هو الكابتن، انا شاره بس على الكتف. ولما جه الموقف الشهير في ابو ظبي بتاع استلام كاس السوبر بعد الفوز على الزمالك، وكان وقتها بيمرن الفرقه كابتن عايز عبد الشافي زيزو، قال له لا انت اللي هتستلم، وطلعوا وقعدوا يزقوا بعض وكلام بالشكل ده، وزقوا عماد متعب ككابتن واطلع انت استلم الكاس. شوف هنا جمال الروعه، ما خافش عماد وقتها، قال لك الاداره هتقول ان انا بخالف قرارها ولا ما بخالفش قرارها، الاداره خدت قرارها وقرارها تعظيم سلام ولو كل الاحترام. لكن انا كصاحب وانا كفرقه، احنا مش ممكن الاداره هتخالف راي فرقه في موضوع زي ده، لا، الكابتن هو حسام غالي وانا بس شارة وافقت. فهنا برضو أواصر الصداقة والمحبة والأخوة والحفاظ على وحدة الفريق وإعطاء كل ذي حق حق. فبالتالي هذا الحوار، حاجة تانية برضو في الحوار ده من الأمور اللي عجبتني في هذا الحوار، هو الصداقة القوية مع أحمد حسام ميدو ومع حازم إمام، وده رد على كل الناس الأوباش اللي بيحاولوا يحولوا كرة القدم إلى خناق إلى كراهية. لا، كرة القدم منافسة شريفة ومحبة واحترام متبادل. أهو ميدو وحازم إمام بيقولوا شعر في حسام غالي. طب ده معناه وصداقة وعلاقة أسرية وعلاقة محبة وكل حاجة. فالكورة هي منافسة داخل الملعب وعلاقات محترمة خارج الملعب. كل واحد يعمل لصالح فرقته. كل واحد يعمل لصالح فرقته، لكن في الآخر ده ما يخلقش كراهية، ما يخلقش عداء، ما يخلقش مثل هذه الامور. فالناس اللي بتتكلم في دايما محاوله زرع الكراهيه وزرع الخلاف وزرع الازمات وزرع الحكايات، دي ناس عفوا جهله، وبتحاول دايما انها تسيء للرياضه وللقيم الساميه للرياضه وللقيم النبيله للرياضه. الرياضه هي محبه واخوه ومنافسه شريفه داخل الملعب. تنافس بشرف داخل الملعب، لكن بره اخوه ومحبه. مش خلي بالك بقى على احمد فهمي وكريم فهمي ومتعب وكل الناس اللي عملوا مداخلات او كده، احنا عارفين حسام غالي صريح جدا واضح جدا، قد في مرحله كانت صراحته تصل الى مرحله انك انت تشوف ان هو لا ده متهور، هو ده حرص شديد منه، لكن مع الزمن ومع الخبرات هو بيزداد ثقل. لكن شوف بقى انت لما يبقى نجم بالشكل ده وبعد 3 سنين من اعتزاله داخل انتخابات النادي الاهلي، بصوا اعلى الاصوات او سيكتسح يعني هو وقائمه الكابتن محمود الخطيب، وشوف كل النجوم اللي يبقوا حاضرين ويخلوا الكرنفال حلو ويخلوا اليوم جميل، كل ده شيء طيب وشيء رائع، هيبقى زي النهارده ان شاء الله الجمعه المقبله باذن الله تعالى الانتخابات. لكن الحوار بتاع حسام غالي حوار يدرس يدرس، وانا بحيي كابتن شوبير عليه وبحيي حسام عليه. في جزئيه ثانيه اتكلم فيها كابتن حسام غالي وكابتن شوبير، وهي دور الاسره او دور الزوجه. مفيش نجم مفيش انسان هينجح غير لو هو وزوجته مترابطين ومتحابين وهي بتدعمه وبتسنده.
مش استحالة حد ينجح وتبقى الزوجة شوكة، لا، لازم تبقى داعم ومساند لزوجها. شوف هو ازاي بيتكلم عن زوجته وبيفتخر بيها وبيفتخر بدورها وبمساندتها وبالأزمات اللي مر بيها، خاصة لما قالوا عليه بيتعاطى منشطات في نادي النصر السعودي، والمجهود الجبار اللي بذل لإثبات بطلان هذا الأمر وعدم صحته ومساندتها ودعمها ليه باستمرار. ربنا يحفظها له ويبارك فيهم ويبارك في أولادهم. فاللي أنا عاوز أتكلم فيه أن هذا الحوار كحوار حوار رائع جدا. شوف هو كلامه على كابتن محمود الخطيب الرمز والقدوة للشباب وللأطفال. فبالتالي حوار رائع جدا 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 جدا. أقف وأهم ما في هذا الحوار هي الإحساس بالآخر ودعم الزميل والصديق عند إصابته بألم فظيع جدا. هو كابتن مؤمن زكريا، شفاه الله وعافاه وبارك في عمره وحفظه رب العالمين من كل شر وسوء، وربنا كده يزيح عنه بحق جاه سيدنا النبي وآل بيته الكرام. طيب ده موضوع اتكلمت فيه، موضوع حسام غالي. عاوز اروح اتكلم في موضوع تاني.